لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. متى نفيق ونعلم قوته جل في علاه؟ الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا شباب شايفين الجبل هذا؟ من الذي نصبه؟ الله. شايفين السماء هذه؟ الله. من الذي رفعها؟ انظر إلى السماء، انظر شباب، كل واحد ينظر إلى السماء، انظر. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ الله أكبر. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ تعرف إيش معنى فروج يا شيخ بدر؟ معنى فروج أي شقوق. والله ما في شق واحد، ما في عيب واحد. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، الله. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ شايف الجبل هذا؟ الله أكبر. ترى زيه اثنين تحت في الأرض. هذا الجبل اللي قدامنا زيه مرتين في الأرض. الله أكبر. من الذي نصبه؟ إنه الله. الله عز وجل يقول عنه: ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الله. فيذرها قاعا صفصفا، الله أكبر. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الله. تدري هذا الجبل يا شيخ بدر بسبب عظمة الله أصبح دكة. الله أكبر. موسى عليه السلام عندما ذهب لمناجاة الله وللقاء الله ذهب إلى جبل الطور يريد أن يتكلم مع الله، والكلام مع الله يا الله ما أجمله وما أحسنه وما أفضله. تخيل موسى يكلم الله، يقول الله عز وجل هذه القصة في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. من شدة الخطاب مع الله وجماله موسى ما تحمل، قال: ربي أرني أنظر إليك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال الله: قال لن تراني، يعني أنت ما تستطيع تشوفني، جسمك نظرك ما يتحملني. الله أكبر. لن تراني في الدنيا، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك، قال سبحانك تبت إليك
وأنا أول المؤمنين. شيخ بدر بس أبغى أرمي كلمة كذا أخيرة. موسى عليه السلام عندما أفاق قال سبحانك تبت إليك. السؤال متى نفيق ونعلم عظمته؟ الله أكبر. متى نفيق ونعلم جبروته؟ متى نفيق ونعلم قوته جل في علاه؟ الله أكبر. نحتاج أن نتعرف على الله، نحتاج أن نعود إلى كلام الله. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.